رامي من الخوف من الفم لا النهايه يلا ها يس الليبيتايتس الليبيتايتس معلش بنجيبه من اللاتيني اللي بنعرفه الليب بنقول معه كيلايتس كيلايتس انزل اللسان نو تانك لا 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 مش لا تانك انجليزي لاين لا كله بالانجليزي لاين بروسس جلوسو فارينجيال جلوس بات تايم جلوسايتس نيمينو طيب الجنجيفا اللزة جنجيفايتس ايش دكتور ايه جنجيفا اللزة اوكي طيب ادخل على اللوز تونسيلايتس ماشي هذا تونسيلايتس لوز يلا بنعوم فارينجايتس بعده اوسوفيجاس إسوفاجايتس ماذا؟ غاستريتس سمول انتستين انترايتس مش بنقول غاسترونترايتس الإجابة غاسترون معدة انترايتس أنا معك لما أحس سمم غذائية غاسترونترايتس بعده كولون كولون كولايتس أبيندكس أبينديسايتس أوكي أبينديسايتس الريكتم بروكتايتس بروكتايتس الكاب المستقيم تمام طيب كده ندخل على الجهاز التنفسي النوز راينايتس 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 الجيوب الأنفية ساينوسايتس اللارينكس لارينجايتس اللي الحنجرة تراكيا تراكيايتس صيب الهوائية الشعب الهوائية برونكايتس التهاب الرئة اللي هو الألفيولاي ذات الرئة التهاب الرئة نمونيا اسم شاب نمونيا اوكي التهاب البلورة بلورسي بلورة ايوة بلورسي بلورة مشاهد بلوري اللي محوط اللنج الكيس بعد كده ندخل على الجهاز التنفسي الكلية نيفرايتس تحت البيورا البنشادة اسم شهد صح ها؟ اسم شهد اسم ايه؟ اسم شهد ده اسم شهد اسم شهد نيفرايتس التهاب حوض الكلية والكلية بيلو حوض بيلو نيفرايتس الحالة يوريترايتس المثالة سيستايتس التهاب الحليب قناة مجرى البول يوريترايتس التهاب البروستاتا بروستاتايتس والتهاب الخصية أوركايتس والتهاب البربخ مع الخصية إيبي ديديمو أوركايتس أوكي سيمينال فيزيكال سيمينال فيزيكولايتس خش على مين؟ على الستات الأوفري أوفرايتس
وقول لي بالأوفر يعني. جابا تيوبس سالوني تيوبس سامي جاجس التهاب الرحم اندوميترايتس التهاب عروق الرحم سيرفيسايتس التهاب الفاجينا فاجينايتس. طيب خش على مين؟ على العظام. التهاب العظام اوستيومايلايتس. التهاب السحايا مينينجايتس. مينينجايتس او مينينجايتس ها؟ التهاب المفاصل ارثرايتس. السلام. ارثرايتس. التهاب الدماغ نفسه البرين انسيفالايتس. التهاب الجلد جيرماتايتس. التهاب العين اوفثالمايتس. التهاب الاذن اوتايتس. عدت معنا؟ ايوه. التهاب النسيج الدهني او الضام. النسيج الدهني او النسيج الضام ها اللوز اريولار كونكتيف تيشو سيليولايتس. الله يبارككم. سيل خليه شقود يولايت كيف هنا ما عرفتش يبقى مش التهاب الخلايا خلي بالك سيليولايتس التهاب السيلوليت اللي الدم التهاب النسيج الدهني سيلوليت ها يبقى سيليولايتس. طيب يبقى دي اسماء ايه؟ الالتهابات مرتبطه بالاورجان. هلا ايش الباقي من اورجانز؟ ادرينال ادرينالايتس ثايرويد ثايرويدايتس مايلايتس. بس بسميها ايش؟ مايلايتس. قبل ده اسمها مايلايتس. شوف مايلايتس غير المايلايتس على الرغم يلا امزح انت خلاص ما تبكي لا خليك انت يلا قفل يلا ناخذها بالدور بقى كل واحد يمسح نرجع نستعجل طيب كيف فينا اليوم هذه الاسماء هذه ايش؟ الاسماء. طيب الكلام الكبد هيباتايتس. ايوه بنكرياس بنكرياتايتس. المثالة سيستايتس. سيستايتس لأنه كيس المثالة كيس سيستايتس. طيب التهاب الجول بلادر اللي هو المرام لأنه برضه كيس هنا سيستايتس المثالة. طيب الجول بلادر برضه كيس ايه بسميه؟ كولي مرام كولي سيستايتس ها بالبرد هنا سيستايتس المثانة على طول دايركت سيستايتس هنا كولي سيستايتس. اوكي يبقى دي اسماء الالتهابات. تعالوا الان لانواع التايبس اوف اكيوت انفلاميشن. تايبس الله ما اكرمني وخلي حاجه بسيطه. تايبس اوف acute inflammation انواع الالتهابات الحاده. يلا ركزوا لانه بمشي سريع هنا الان. نمبر 1 catarrhal inflammation. catarrhal inflammation يبقى اول نوع catarrhal ايه؟ catar يعني مخاط. catarrhal مخاطي التهاب الغشاء ايه؟ المخاطي catarrhal يعني هينتج عنه مخاط كثير زي لما يكون في عندك التهاب في الانف او التهاب في التراكيا بتطلع بلغم كثير مخاط. يبقى هذا characterized by excess mucus secretion. characterized معنى هذا معنى معنى اول مره اشوفه صح اول مره
بس معاه اراضي بعيشها. ايش جديد؟ عمر اراضي قديم. بالله عليك قول لي غني الاراضي شكلهم. كاركترايزد باي اكسس ميوكس سيكريشن. يبقى ايش حق الميزه؟ انه في مخاخ لما يحصل انفلاميشن المدياتورز تطلع مخاخط ايه كثير، تخلي الخلايا تفرز مخاط ايه كثير. فين يحدث هذا النوع من الالتهابات؟ في الاغشيه المخاط يعني. يبقى اوكيز ان ميوكس ميمبرينز. تمام، ميوكس ميمبرينز، في الميوكس ميمبرينز. اكزامبل ها الانف، راينايتس. راينايتس التهاب الانف، او ساينوسايتس الجيوب الانفيه، او برونكايتس، تراكيايتس، او المعده جاسترايتس برضو ممكن مخاط. لانه في بيكبرت ست، لا ما فيش بيكبرت ست، في مخاط عاديه بتفرز مخاط ايش عاديه. الانتستين انترايتس، في كبرت ست بتفرز مخاط. الكولون كولايتس برضو، ده كله انواع ايش يا شباب؟ مخاطي. كتارا ايه انفلاميشن، كتارا هنا الملتحمه تطلع هم مخاط كذا برضو كتارا ايه انفلاميشن. اثنين سابيوراتيف انفلاميشن. يبقى هنا كاركترايزد باي بس فورميشن. يبقى النوع ده من الالتهابات السابيوراتيف الصديديه، انه بعرفه كيف انه يكون في بؤس يا شباب. بس السابيوراتيف انفلاميشن معانا نوعين، قد يكون اكيوت قصدي لوكالايزد، لوكالايزد قد يكون مش سيستميك ديفيوز. ديفيوز يبقى معانا نوعين من السابيوراتيف انفلاميشن. يبقى الالتهابات الصديديه يا اما لوكالايزد بتعمل لك صديد، بتتجمع كده عملت لك صديد، او ديفيوز ما تقدرش تجمع وانما الصديد بيسيح في التشو، فبالتالي ما تقدرش ما تسالي ما تفتح هنا كده يطلع كده. تقول لو انا هفتح قوزاتي هنا زاكي تعمل لك خرج صديد، لكن هنا ما تقدرش كله مورب كله ينبضك. تجي تقطع هنا وخرج دم، تجي تقطع هنا وخرج دم، تجي تقطع هنا وخرج ايه؟ دم. ديفيوز. فاللوكالايز صبرت انفلاميشن اللوكالايز في منه ثلاثة أنواع، يا أما فيورانكل، يا أما كاربانكل، يا أما أبسس. فيورانكل يعني بويل. إيش البويل؟ حبة دمل الدمامل. إيش اليورانكل؟ فيورانكل ها؟ فيورانكل أو بسمي بويل، حبة دمل. إيش الدمل بالعربي؟ فين الدمل تشوفه؟ قاشف دمل أو دمل؟ إلا قاشف دمل في مناطق الشعر ها؟ تجد هنا حبة كده توقعك جدا صغيرة كده حبة شفناها كي تجد كده تضغط عليه كده وخرجت شوية صديد كده حبة صديد دم أو على طول هو المقدة هنا على طول راح لأنه بيحلق عليه حقه وبيحلق عليه حقه يطلع هنا حبة كده دم صغير تجلس توقعه يقنعس خلاص زلق الشغلة. يبقى مكان الشعر مكان يا شباب؟ يبقى ده بيطلع في الهير فوليكلز. في الهير ايه؟ بياخذ جراب واحد، جراب ايه؟ واحد. او الستاي هنا المجدي، المجدي برضه ده سين. يبقى في يورانكل ده التهاب بيصيب جراب الشعره، بيكون سببه غالبا ستافيلوكوكس اوريس، بيتجمع الصديد هنا في جراب الشعره صديد اهو بيجلس يوقعك لما يخرج الصديد ده. يبقى ده في يورانكل. ده ايش يا شباب؟ في يورانكل. امال ايه؟ بنسميه ايش بالعربي؟ دمل. ها دمامل او كاربانكل. كاربانكل ايش الكاربانكل؟ اكثر من جراب متقاوية من الشعره اهو. ده جراب، الجراب الثاني تحت الشعره، الجراب الرابع، الجراب الخامس اهو ماشي. شعره اثنتين ثلاث اربع بيطلع الصديد هنا بيفتح على دي، بيفتح على دي، بيفتح على دي ينتقل يعني. ايوه بيعمل لك قشاشة كده تجدوه مر محمر كده ويوقع. يسمونه بالعربي صنفور. يسمونه ايه؟ صنفور. ده ده الصنفور اهو، اخيرا عرفت انك تجي صنفور. وده صنفور
طبعا ده مشكلة. لو مزلت انا هحرق لك صديق بس ما فيش فايدة هيرجع تاني. بس ده في البلد هنا لا، هنا قص خلاص انتهى. لكن هنا لا ما ينفعش. فتضطر تروح للجراح يفتح لك فوق كده اهو فتحه كده، فبيفضي كله مع بعض. واحيانا بيتغير من ايدك وبعصص يفك الشيء اللي بعده. خليه وخليه كافيتي واحد. كافيتي ايه؟ واحد. يعمل له درنكه بعد كده تسحب لك رمله. ده ايه ده؟ يسمونه صندوق. ها؟ اوكي بعده يبقى هنا مالتي بول هير فوليكلز. وغالبا سببها برضه ستافس ستافيلوكوكاس اورياس. اوكي للبكتيريا. ابسس. الابسس عباره عن كافيتي فيها بص. بص صديق. البص ده البص عباره عن ايه؟ كريه دم بيضاء ونسيج ميت ليكويفايد. مش هو ليكويفايد نيكروزيس. يبقى ده عباره عن الايه؟ البص. يبقى كافيتي حجره مليانه نسيج ميت وكريات دم ايه؟ بيضاء. واحيانا بكتيريا كمان. بكتيريا احيانا بتعملوا مزرعه الارض فيه مزرعه بكتيريا منه. يبقى البص عباره عن نيكروتيك ديبريس. نيكروتيك ماتيريال ليكويفايد سائحه وفيها بوليمورفز اللي بص سيلز. مو بص سيلز بس. بوليمورفز يعني ايش؟ عادي حيه. بص سيلز ميته فيها بوليمورفز وفي بكتيريا. كل ده السائل ده بسميه بص. بسميه ايش يا شباب؟ بص صديد. فين بيكون اكثر الاماكن بريست ابسس؟ في الثدي، خاصه عند المرضعات الجدد اللي اول مره ترضع. فبيحصل لها التهاب، يحمل، يورم الثدي، يصبح يؤلمها جدا. فبتروح للدكتور الجراح بيفتح يخرج الصديد، ترتاح والامور تمشي زي الفل. او احيانا يكون في النك، او احيانا مكان ضرب الابره، يضرب الابره تورم تحمر تصبح تنقح، يجي يفتح ويطلع صديد كثير. ده اللي بسميها بص. بسميها يا شباب؟ او بسميها ابسس. يا شباب؟ ابسس خراب. يبقى كافيتي كونتيننج بص. يبقى ايش هو الابسس؟ كافيتي كونتيننج ايه؟ بص. يبقى دي كلها انواع للنيوكلاي سبيرتنج ايه؟ انفلاميشن. امال الديفيوز؟ ديفيوز قلنا الصديد ما يقدرش. صح انه تحت الميكروسكوب مليان خلايا صديديه، لكن ما يقدرش يتجمع بمكان واحد. فبسميه ديفيوز. بسميه يا شباب هنا؟ ديفيوز. احيانا بيكون ده التهاب هنا بالمنطقه دي كامل محمر ومورم كل حاجه، او في المنطقه دي بس. تجي شارحه تقول خليني شارحه يومين يوم يومين على بال ما يبين منين نفتح له. تجي سنه يوم الثاني تجي له مورم زياد مؤلم. ما كله عينه. ما فيش مكان محدد لخروج الايه؟ الباص. بس الم، التهاب، حمار، تورم، ايدي ما تجي تفتح تقول لا مش هفتح باي مكان. تفتح طلع لك دم. تفتح هنا طلع لك دم. تفتح طلع لك دم. يبقى هنا ديفيوز انفلاميشن. غالبا يكون سببه النوع ده من الانفلاميشن ستريبتوكوكاس بايوجينز. ستريبتوكوكاس ايه؟ البكتيريا دي بتفرز انزيم كولاجينيز وهياليورينيز، ودي بيكسر الجراوند سبستانس. فبالتالي ما يقدرش الباص يتجمع. فبيجلس ايش؟ الخلايا سايحه، التهاب يسيح يكمل. ما بيقدرش يتجمع في كتله واحده زي الستافيلوكوكاس اورياس. اوكي؟ النوع ده من الالتهاب بشوفه او بسميه سيليولايتس. بيحدث في الانسجه الضامه، في الانسجه الايه؟ الضامه الرخوه. يبقى زي السيليولايتس. اكزامبل اكزامبل سيليولايتس. سيليولايتس اللي هو التهاب الاجزاء ايش هنا؟ النسيج الضام. لوز اريولار كونكتيف ايه؟ تيشو. مثلا في الرجل في الصمغ تجدهم مثلا ايش؟ معمر مورم ينقح عمه وكده. سبته الوريم يزيد والحمار. سبته سمونا في البلدان في القرى وهرة. ها؟ منو اللي يعرف هذا الاسم؟ هذا قسميه قبل كده؟ وهرة. ها؟ يعني كان بتموت الناس لانه بيفضل ينتشر الالتهاب. كانوا لدرجة كيف يعملوا؟ هم يشلوا الصديد لانه محرق معمر مورم وتنجح. فيقول لك ده في صديد. بس يجي يفتح خرج دم، يجي يفتح هنا وخرج دم. فكانوا هم يعملوا زمان وسمونا. ها وسمونا عشان يعمل صديد. كان الامر ينجح معاهم، هو فعلا اصلا لو فتح بيرتاح. بس انت لما خرج صديد تبقيه مشكك، تبقيه تقطعونه عشان تخرج صديد. يعني قطعته
وسمته ها الامور كلها تنجح، بس علاقه مضاد حيوي اصلا بنسلين لانه سميه ستريبتوكوكس بايوجينز. اوكي يا شباب، بابا ديفيوز، تمام، ديفيوز انفلاميشن. ديفيوز ايش يا شباب؟ انفلاميشن لما يكون السبب بكتيريا البايوجينز ستريبتوكوكس بايوجينز بسميه ايريسي بلس، مرض الحمرة ايريسي بلس. يبقى ايه الفرق؟ السيليولايتس ده سببه اي حاجه، بكتيريا ولا مش بكتيريا، لكن الايريس بلس سببه ايش يا شباب؟ ستريبتوكوكس بايوجينز. ماشي، اللي هو مرض الحمره. مرض ايه؟ مرض الحمره. طيب اذا ده النوع الثاني من ايش يا شباب؟ من الاكيوت انفلاميشن. ثلاثه سيروس انفلاميشن. سيروس انفلاميشن هنا الاكزيوديت اللي هيطلع من الكبيله دي، مش كان حصل اكزيوديت؟ الاكزيوديت اثناء الانفلاماتوري بروسيس كانت بتحرق البلازما، بسميها فلويد اكزيوديت، فلويد يعني سائل، وكان يخرج الخلايا بسميها سيلولار اكزيوديت. سيلولار ايه؟ اكزيوديت. فلما يكون الاكزيوديت عباره عن سيرم مش بلازما، حتى ما وصلش انه درجه البلازما بروتيز تخرج كله، لا خرج السيرم. ايش الفرق بين السيرم والبلازما؟ البروتينة. البلازما غير كل البروتين مع الفايبرينوجين، لذلك لو سحبت البلازما تتقلط عليك تتجمد، لكن السيرم ما في بوش فايبرينوجين، فلو خرج ما يتجمد، سحبته بالإبرة ما يتجمدش لانه ما في بوش عوامل ايه اللي هو الفايبرينوجين. عوامل تقلط؟ لا هو مش العوامل، الفايبرينوجين فقط. يبقى الفرق بينه وبين البلازما الفايبرينوجين. في السيرم ما فيش فايبرينوجين، في البلازما في ايش؟ فايبرينوجين. فيغرب السائل ده الاصفر ده يرشح، فبيعمل لك المواد لما يكون السائل الاصفر ده بكميات كبيره او اصفر اصفر، فبسميه سيروس انفلاميشن. فين بشوفه؟ في الحروق، لما واحد يحرق يطلع له بناجل. الميه دي اللي عباره عن سيرم، عباره عن ايه؟ سيرم او هيربس، الهيربس سيملكس، الفقاقيع دي اللي تطلع مع الحراره يسمونها برضه، دي عباره عن فلويد بسميه سيرم. بسميه يا شباب سيرم. او لو حدث التهاب في البريتونيال كافيتي او في البريكارديال كافيتي او في البلورال كافيتي في السيرا ساكس، بيبدا يرشح سائل اصفر، تيجي بالابره تدخل تسحب تطلع لك سائل ايه؟ ده سيرم. ده ايش يا شباب؟ يبقى ده نوع من انواع الانفلاميشن بسميه سيروس انفلاميشن. طبعا لانه الانفلاميشن خفيف فالكابيلاريز بيفتحوا حاجه بسيطه تفتح الكابيلاريز فبيخرج كله سيرم، هذا سميه سيروس ايه؟ انفلاميشن. سيروس انفلاميشن. احيانا اللي بيخرج من الكابيلاري لما الكابيلاري تفتح بك اكبر بيبدا يخرج الفايبرين، بيبدا يخرج ايش يا شباب؟ الفايبرين. فبيكون نص يعني فايبرين وسيروس بس مع ايه يا شباب؟ مع فايبرين، بسميه سيرو فايبرينس. سيرو ايش يا شباب؟ فايبرينس، تمام؟ ايوه، يعني في بو شويه فايبرين يعني ممكن يقلط، تمام؟ احيانا الحروق تكون اشد شويه، فتجد انه الماء ده مش عباره عن سائل عادي، لا يمسك يمسك اصبعك كده، في ناس يبقى دي سيرو فايبرينس. سيرو ايش يا شباب؟ فين يحدث؟ في الحروق برضه، ويحدث في السيروس ساكس. يحدث في السيروس ايه؟ طبعا لما يكون في فايبرين هنا خطير، لانه حيلصق لك الامعاء، حيلصق لك البريتون، خلي بالكم. قد يكون الفايبرين هو الاكثر، معظمه فايبرين، بسميه فايبرينس انفلاميشن. فايبرينس انفلاميشن. طبعا لما يكون الاكزيوديت فايبرين دي مشكله كبيره، لو في السيروس ساكس هيلصق لك السيروس ساكس، يعني في البلوره هيلصق لك البيت البرايتال والفيزرال، يمسك كده لانه ستيكي، فايبرين ماله ستيكي بيلصق. فيجي واحد ياخذ نفس احسب كده شكه كانه حاجه تشكه، يقول لك كل ما يتنفس عصب زي الدبوس اذا زغني، فبيجي كده اللي عنده اذا في شويه فايبرين لاصق البرايتال والفيزرال باللورا شويه فايبرين، ما عندناش نفس، هذا ما عندناش بيتنفس على قليل قليل عشان ما يوصلش للنقطه اللي ايه اللي بتدي النغزه دي. الفايبرين لو كتير، لو كتير هيلصق لك بقى الفيزرال والبرايتال باللورا، ما عاد فيش ما تقدرش اللنج تتمدد، ما عاد تقدرش تتحرك، بالتالي عرق عمليه التنفس. لو حوالين القلب مسك لك القلب ما يخلوش يدقش على الناس. لو في البريتونيال كافيتي
الى صغلق الامعاء يمكن يحصل له سده معويه له علاقه بالشد العضلي اللي يحصل لا مرجع ده فايبرين ميه هنا بس ميه لا لاصق كانك سكب غرق تخيل انك سكبت غرق البطن هيلصق لك الايه الامعاء دي فايبرينس انفلاميشن فايبرينس ايه انفلاميشن تمام طيب احيانا يكون الاكزيودي هيموراجيك هيموراجيك انفلاميشن يعني انفلاميشن نزفي التهاب ايش نزفي متى يحدث الكلام ده انتم عارفين انه الكابيلاريز بتفتح الليوكوسايت بتخرج من هنا بالايه اكتف ولا بسيف لما تخرج كريات الدم البيضاء اكتف لانه الفتحه دي صغيره كده فالكريات الدم البيضاء مضطره ان هي القوه كده تحشر نفسها حشره صح ولا مش صح احيانا بالانفلاميشن بتفتح الكابيلاريز قوي كده الكابيلاريز تتكسر وحين تتكسر الاندوثيليوم فهروح كريات الدم الايه البيضاء فكريات الدم الحمراء تلقى مكان ايه ها فتحه كبيره فتح روب فيتملى نسيج دم ار بي سي بسميه هيموراجيك انفلاميشن هيموراجيك ايه انفلاميشن ده بيحدث في الانفلونزا الهيموراجيك انفلونزا الفايدة اللي كانت بتموت الناس زمان دي خلال 60 مليون هيموراجيك انفلونزا هيموراجيك انفلونزا بيحدث في كل الحمى النسبيه زي حمى الوادي المتصدع عرفت فالي ريف فالي فيفر حمى الوادي المتصدع او دينج فيفر هم الضنك دينج فيفر هم ايه الضنك ايش بيحصل ده التهابات اوكسيودي يبدا يحصل لنا نزيف تبجل ليش بدات تخرج الار بي سي بسميه هيموراجيك انفلاميشن او حمى النزفيه حمى ايه النزفيه ها اوكي يا شباب يبقى ده النوع رقم كام رقم 5 نوع رقم 6 نوع رقم 6 سودو ميمبرينس سودو ميمبرينس انفلاميشن ايوه هنا الغشاء الكاذب يبقى ذيس از تايب اوف انفلاميشن كاركترايزد باي سودو ميمبرين سودو ايه يبقى بيعمل هنا غشاء كاذب يعني ايش معنى غشاء كاذب معناته هو مش غشاء ما في بوش ابيثيليوم ما في بوش لايننج ابيثيليوم او اندوثيليوم فبسميه غشاء كاذب غشاء ايه كاذب لانه مش من لوزه ايه لوزه لما تصاب بمرض الدفتيريا مرض ايش يا شباب الدفتيريا البكتيريا بتجي هنا ما بتدخلش البكتيريا بتبقى هنا وبتفرز سموم تقتل الموكوزا تقتل مين يا شباب تموت الخلايا حق الموكوزا تموت اهو تموت يحصل التهاب تجي الخلايا والفايبرين اهو اكسيوديت فتعبي المنطقه دي اكسيوديت فبيقول لك شبيه الغشاء لكن هو مش غشاء حقيقي ما في بوش لايننج وانما عباره نيكروتيك تيشو نيكروتيك ديبرس او تيشو ديبرس بقايا ميته حاجه ميته فايبرين بكتيريا وفي كمان انفلاماتوري سيلز انفلاماتوري ايه سيلز خلايا التهابيه فالاكزيوديت ده كله مع النسيج الميت كون لك غشاء كون لك يا شباب مخلوص يعني ده هنا مخلوص ما فيش هنا كانه مخلوص ميت يعني ميت فالغشاء ده بسميه غشاء ايه الكاذب الغشاء ده يا شباب اكزامبل ديفتيريا مرض الخناع ديفتيريا يبقى في الديفتيريا بيكون الغشاء الكاذب ده الغشاء الكاذب ايش شكله؟ لو كنت تفتح الاقلام تشوفه ديرتي جراي وايت رمادي ابيض مغلف الايه مغلف التونسل مغلف اللوزه ممكن يمتد لللارينكس للحنجره غشاء كامل زي القرطاس كانه ورقه بيضاء ها يسمونه غشاء عباره عن ايش الورقه دي؟ عباره عن نسيج ميت بكتيريا فايبرين وبلو ايه مورز خلايا ايه التهابيه خلايا ايه؟ لو حاولت تمسك الغشاء ده تنزعه لو نزعته حينزل لانه مخلوص انت زي تشرح بالقرح لو خلصت تنزف نفس الفكره دي لو خلصته بعدته ينزف تاني ويكون لك غشاء تاني اوكي ده مرض الخناع او الدفتيريا بيعمل غشاء كده يمسك اللوز حل لوزه او لوزتين ينزل على الهيرينكس احيانا الغشاء ده ينشف شويه كده يجي يصغر الطفل ولا المريض والغشاء ده
ورقة خنقتك تفلت كذا وخنقتك الورقة دي أو الإشياء ده بتسمونه مرض الخناق مرض إيه؟ خلني موت الناس أوكي؟ يبقى هذا هنا الدفتيريا. في مرض ثاني برضو بيعمل لك غشاء كاذب فين في القولون؟ الناس اللي بياخذوا مضادات حيوية لفترات طويلة برود سبيكترم بيموتوا الخلايا النافعة البكتيريا النافعة. فالبكتيريا الغير نافعة اللي كانت قليلة تستغل الفرصة فتبدأ تنشط وتكثر اللي هي الكوليستيريديا ديفيسيل. كوليستيريديا ايه؟ ديفيسيل. وتعمل نفس الحركة حق الدفتيريا بتسبق في القولون تعمل كولونيز تبدأ تفرز إكزوتوكسين تموت لك الموكوزا وإنفلاميشن يعمل لك غشاء ايه؟ غشاء كاذب في القولون ويبدأ الغشاء الكاذب ده يتخزق مع كل براز مع كل حاجة يبدأ يتخزق ولما يتمزع ده الغشاء ده بينزل فبيخرج مخاط كتير ويخرج ايه؟ ويخرج الدم مع التمزع بسميه سودو ميمبرينس كولايتس. سودو ميمبرينس ايش يا شباب؟ سودو ميمبرينس كولايتس. يبقى سودو ميمبرينس كولايتس ده بيحدث في الناس اللي بياخذوا انتي بايوتكس بسميه انتي بايوتيك اسوشيتد كولايتس. انتي بايوتيك اسوشيتد كولايتس هو الاسم الاداء سودو ميمبرينس كولايتس. سودو ميمبرينس ايه؟ كولايتس. يبقى دي انواع الايه يا شباب؟ ها؟ انواع الالتهابات. انواع الالتهابات. بيمزح الصبورة. تمزح عمك. ان شاء الله تخلص قريب. الله يحب ودعمك. الله يحب ودعمك. انفلاميشن بيكون معاه جانجرين يعني نسيج ميت وحواليه مش نسيج الهاي في ايه انفلاميشن بسميه جانجرين اسمه انفلاميشن باقي ابراهيم هاي تعالوا الآن نتكلم عن complications complications of acute inflammation complications إذا إيش مرض القرحة؟ يعني ما عاد فيش إيديليا مغطي أنا لو خلصت كذا القلب أصبح فينا ألسر اسميه شباب ذي؟ ألسى القرحة خلاص جوز من حقك كان الشفاء أو كذا أو المنطقة دي برضو ألسى شوفنا يا شباب هنا ألسى يبقى الألسى هو جوز مش مغطى بإبيثيليا مش مغطى يا شباب يبقى بسميها loss of epithelial covering. كيف يحدث نشوف هنا ده هنا مثلا سكين الجلد أهو فات سكوير بس إبيثيليا أهو وهنا كده هنا ما فيش أصلاً إنه هنا قرح يبقى ما فيش لا بيزمن ميمبرين ولا إبيثيليوم يبقى دي بسميها يا شباب ألسر بسميها يا شباب دي ألسر قرح اللي هو قرح اللي هو يا شباب قرح طبعاً لا بيزمن ميمبرين يتأثر والإبيثيليوم يروح وهنا كمان حفرة كده زي الحفرة دي بسميها ألسر الألسر القرح القرحة دي في الجلد بسميها ووند جرح في الجلد بسميها يا شباب ووند في المعده بسميها ألسر بسميها يا شباب هنا بس هي تعتبر باثولوجيكال ذا سيم ما فيش ابيثيليا الايه كفرين ما فيش ابيثيليا الايه كفرين اوكي يا شباب يبقى دي بالنسبه للألسر مشكله الألسر لما تيجي يحصل لها هيلينج لما تشفى بيبدا فايبرس يشوع بالمنطقه دي وتنسى بعد كده الإبيثيليوم تيجي تكمل فبتكون مختلفة عن اللي حواليها الشكل فبالتالي بيترك أثر ندبة سكار ندبة يبقى الألسر بتترك ايش يا شباب لما تيجي تشفى؟ سكار زي دي تركت ايه هنا؟ أثر دي انا خبطت كده بزباب شخطنيها فرق دم من اللي ألسر؟ من اللي يا شباب؟ ألسر لما جت تشفى شوف هنا ده ندبة فايبرس شوف مغطى زي ما هنا بالضبط
فبالتالي بيترك اثر، بيترك ايه؟ اثر. بس احيانا فخطتك واحدة كده بظافرة كده ها؟ ما يجي 24 ساعة 48 ثلاثة أيام الأمور كأنه لم يكن شيء. بعد أسبوعين تترك أثر ها؟ لا فخلوا بالكم ما تترك أثر لما البيز من الممبرين ينقرح، هنا بسميها أرسر. طيب لو ما انقرحش البيز من الممبرين أهو اللي بيثيليا ما هين بيثيليا هون خلايا هين خلايا دي خلايا لو مثلا وحدة في خطك هين شيي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 
بسميها إيروجن. بسميها يا شباب؟ إيروجن. إيروجن سحقة خدشة، ها؟ زي واحد لما يحضر مثلا لما يقعدونا كذا، ها؟ يقعدونا مثلا بالحبس كذا، أنت ما تعترفش، يعملوا لك لحظة، طب يشخطط كله ظهرك كذا، ها؟ يومين ثلاث أيام يرجع ظهرك إيه؟ زي الفل. ليش؟ حصل لك سحقات. حصل لك زي ما بينا؟ يعني مش قرح، سحقات. فبالتالي ما تركتش أثر. أو مثلا بتاع الحلاقة أو يحلق لك، توسي كذا على الموس يبان لك خلص هنا. تحس إنه مخلوص هنا مرة محمر. وعمل لك سحقة. على طول 24 ساعة، 48 ساعة، 3 أيام تحس إنه لك أي أثر. يبقى دي سحقة إيروجن. السحقة أوكي يا شباب؟ لا، ما دام في علامة ما هي السحقة. ما دام ترك ندبه إذا كانت ألسر، كانت إيه؟ ألسر، خلي بالك. ها، أحياناً هنا تكون ألسر. أحياناً وحيدة مع أظافر كبير ممكن تنزل حق السحب. تخرب لك بقى البيز من ميمبرين، تمن لك ألسر، تضرب بعدين مشوه طول عمرك بعدين. تشوه. أما لو فخطت على السرير كذا، يبعد عني، ها، دمامين شحقة. ها؟ لكن هرد وصيح، بعده بتدخل السحب. ها، بعده تعوح، خلي بالك. هذه اول واحده اللي هي ايش الكوميونيكيشن، هي الالسريشن. ايش يا شباب؟ الالسريشن. اثنين، ممكن يحدث اثنين خلاص، بس اللبس بريش الجو ايش بده اقول؟ ماشي يا شباب. اثنين، ساينس. ممكن تقول انا يا شباب ساينس، الالتهاب يتحول لساينس. يتحول ايش يا شباب؟ ساينس. يعني ايش دي ساينس؟ احيانا في العظام، التهابات العظام، العظمه ايه دي العظمه، فبيحصل لنا التهاب والعظمه تتكسر، تتفتت، تتفتت من الالتهاب. بعد كده الصديد يخرج لهنا تحت الجلد، عند الجلد اهو يبدا الصديد يخرج هنا. لما يخرج الصديد يبدا يرفع لك الجلد اهو. اوكي يا شباب؟ لما يرفع لك الجلد في النهايه يفك عشان يخرج الصديد. فالصديد يبدا يخرج من هنا اهو. فبيعمل لك زي الايه؟ زي الخرب اهو. فجوه. فجوه. من العظمه للجلد. الخرب ده مقفول من الجهه دي لكنه مفتوح من الجهه دي. فبنسميه خرب، ساينس. زي يا شباب هنا؟ ساينس. ساينس. طبعا لما يكون العظم اتفحتت في فحاتات كبيره وفحاتات صغيره. الفحاتات الصغيره تقدر تخرج، تحسها كده طالع مع الصديد فحاتات. والفحاتات الكبيره ما تقدرش تخرج الا لما تفتت صغير. طول ما في الفحاتات دي ما فيش فايده، هيسمك الكاميرا هيستمر. يبقى احيانا شهور وسنين. يخرج لك ذاكرة وريت قسم العظام. الناس اللي عندهم التهابات حصلوا رصاص، حصلوا كسور، لقيت بيخرجوا الحاجات دي من العظام، ساينس، ريحتهم رنة، ريحتها الجروح. ليش؟ لأنه نسيج ميت، نسيج إيه؟ ميت. إن الساينس ده بيستمر مع شهور وسنين يعمل لك مشاكل كبيرة في المستقبل. ها؟ إي بضروري عملية. لأنه لو بقى كده يكون يفتح وسكب لك الزائد، فتح لك شوية صديد، فتح لك المنطقة دي، وهكذا يستمر الالتهاب. اوكي؟ يبقى دي بسميها، اذا ايش تعرف الساينس؟ بلايند تراك، طريق مسدود. طريق مالو؟ مسدود من جهه ومفتوح من جهه. ها؟ بلايند تراك. اوكي يا شباب؟ طبعا ما دام في الماده الغريبه دي قلنا حيستمر الايه؟ حيستمر الالتهاب. او مثلا دخلت شوكه برجلك ونزوان. طول ما دخلت الشوكه برجلك اهو، بالرجل حقك اهو، دخلت هنا مثلا الشوكه هيبدا التهاب حواليها ويبدا يرتفع ويبدا مش عارف ايه،
في النهاية عمل لك خرب فتحة صغيرة هنا يفرق الصديق. الشوكة ما زالت أو الزبال الانتجاب حيستمر. طول ما الجسم الغريب ده موجود ما فيش فايدة. لازم يخرج. يبقى عمل لك ساينس. عمل لك شباب هنا؟ ساينس. أقول في السرة أحيانا بعض الناس السواقين اللي بيسوقوا دبابات عندهم شعر كثير هنا مشعرين بظهرهم تجد انه بعض الشعر ده يتدهف لداخل. لما يتدهف لداخل يعمل لك التهاب يبدا يحصل له ساينس يخرج لك شعر مكسر يخرج لك صديد كذا برضه ساينس نفس الصنافير. ايه لا هنا ساينس يعني بس هو كان في دي واحده بس في بو فورين بادي في بو ايش؟ فورين بادي ماده ايه؟ غريبه. طيب ثلاثه من الكومبليكيشن عقلية الانفلاميشن فيستولا. فيستولا فيستولا يعني ناسور يعني ايش؟ ناسور مش باسور ناسور. الناسور اوبن تراك اوبن تراك بتوين تو ابيثيليال سيرفيسز سيرفيسز اذا فتحة مفتوحة بتوين تو ابيثيليال سيرفيسز يعني ايه مثلا مول ومول ففتح بينهم الاثنين فعمل لك فيستولا ناسور. اوكي يبقى اوبن تراك بتوين تو مثل الايه سيرفيسز. اشهر فيستولا اشهر ناسور بنشوفه هنا يا شباب هذا داري الولد بس مش عارف ريكتال فين نشوف في لمعه لا مش في لمعه ريكتال الولد ده قرب في البري ايلان في البري ايه في منطقه حوالين الشرق حوالين الايه الشرق دي اشهر ناسور بنشوفه. طيب نشوف الان ايش كيف يبان كيف يبان بين الركتم اهو هذا الركتم اهو وذي اين الكلام وذي الانس هنا شعر كده اوكي الشعر موجود يعني. طيب لو حصل التهاب في قراب الشعره في قراب الايه احيانا يحصل لنا التهاب فانت حرب تعرف المنطقه دي مثلا يحصل لك التهاب كده بسيط اهو بيروح من نفسه غالبا حاجه بسيطه او كده حاجه بسيطه احيانا بمضاد حيوي او بكريم الامور تمشي زي الفل اوكي واحيانا من نفسه لانه صغير بس احيانا التيه بيشتد وياخذ اكثر من جرام يعمل ايه؟ صنفور كربانكل من فيروكل الى ايه؟ الى كربانكل. طيب خاصه لما يكون عنده سكري او عنده مثلا في مرض مثلا ضغط مناعه يستمر الالتهاب اهو ويبدا يعمل لك زي الابسس يعمل لك ايش يا شباب؟ زي الابسس احيانا بيفتح كده حاجه بسيطه والامور تصلح يحيي من نفسه اوكي واحيانا بمضاد حيوي بس بعض الاحيان بيمتد الالتهاب يستمر ويبدا يدخل هنا في اللزيق الدوني يستمر الالتهاب كده او بيعمل لك زي الساينس في مواد هي مش قادره تخرج يعمل لك زي الساينس واحيانا ايش لو ما فتحش من هنا لو ما فتحش من هنا ممكن يفتح من هنا بالتالي يخرج لك الصديد من هنا اوكي؟ هنا عندنا ما فيش مشكلة كبيرة، مضاد حيوي يهديه وكل حاجة. طيب لما يفتح هنا مشكلة كبيرة جدا، أحيانا بيفتح هنا ويفتح هنا، فتحتين. يبقى فتح على السكين، فتح على مين يا شباب؟ على الريكتم، على المستقيم. يبقى ذا إبيثيليال سيرفيس موكوزا ذي سكين. بإبيثيليال سيرفيس. فهو إذا طريق واصل بين التو إبيثيليال سيرفيس أهو. طريق أهو. طريق جانبي. وفيه هنا التهاب. مشكلته طبعا هو لو اخذ مضاد حيوي يرتاح شويه بس اول ما اخذ مضاد حيوي الالتهاب يستمر يحس انه في حاجه تخرج صديد او كده. طبعا ليش ما يعيش؟ ليش؟ لان البراز هنا مليان بكتيريا فبالتالي البكتيريا تدخل من هنا فمجرد ما اخذ المضاد الحيوي يرجع من جديد الالتهاب ايه؟ شغال. طيب مشكله الناسور ده ايه؟ هو طريق جانبي هو طريق ايه؟ مثلا اهو زي الولد اللي بيتلفت اهو عنده ناسور كده شكله ها؟ وما ليش بيتلفت اكيد في ناسور يعني يقدر جالس يدور طيب الفتحه الجانبيه دي اللي واصله بين الريكتم واصله بين السكن مشاكلها كبيره كنا دائما انفكشن دائما ايه؟ انفكشن والتهابات ممكن يجلس يعاني منها فتره طويله فتحة ما انتم زي ما انتم فاكرين انه فتحة كده لا فتحة يا دوبك تتخلص الابرة صغيرة جدا احنا ما تبانش هكا بس مع كثرة الالتهابات
الدكتور يفتكرها يقول اذا اكيد عنده ناسور ما دام كل مره يرجع له فبيحقن حبر يشوف الطريق حق عشان يعرف اين قازع لما يشيل عمليه يعرف اين قازع الطريق اوكي او احيانا يحقن صبغه يصوره بالكشافه فبيقول له اين قازع الطريق وحين يقول طريق من هنا مش له فتحه واحده اكثر من طريق بس في النهايه يفتح من هنا لهنا طيب الفتحات الصغيره دي اللي يا دوبك تعدي راس الابره ايش مشكلتها؟ مشكلتها كبيره قوي ليش؟ وانت جالس الان اهو كلهم ضامنين دي اوكي؟ طيب هنا انت بتتحكم بنفسك يبقى فاس ما يقزش مراد ما يقزش اذا في حمام بتروح تفتح صح ولا مش صح؟ طيب الطريقه الجايه دي ما تخضعش للطريق ما لهاش دعوه بدي تروح عند قافل يروح هنا يعدي من المنطقه دي بس مش كل حاجه تعدي خلوا بالكم لانه قلنا رسل ايه؟ رسل ابره يعني لو في ضفعة مش عدي ظالم صح امال اللي حيعدي تسوى كل ما يتجمع الغاز هنا غصب عنك ها يكون جالس محترم بالمحاضرة صاحبه شو ماشي يا ليت على الهواء احيانا بدي مية لو عندك سهر او رطب حقك البراز ميه ممكن تعدي طبعا دي مشكله لي تعدي وانت لابس حقك اهو بيقولوا يعني الصغيره صح تروح انت تقلق ايش اصفر هذا في حاجه صفراء للبراز انت مش واخد بالك بيعرف انه عندك فستوله عندك ايه؟ قال لي دول بيعانوا يا احراقات لدرجة تسكبوا قارير عطرهم خارجين الصبح تقدروا تسكبوا قارير عطر فوق البنطلون عشان لو قزع من هذه القزعات ما يكون فيه ايه ريحه ولا حد يشمه فذي مشكلة الفستولة يعني معاناة في الستات الفستولة اللي هو الناسور الولادي الناسور الايه؟ الولادي شهير الناسور الولادي ذي المثانة اهي ذي المثانة اهي خاصة في البكارة اللي اول مرة يجيب العيال اهي الفجينة ورا المثانة على طول فبعضها ما يرضاش يروح عند دكاترة على فكرة أو ما يولدنش في المستشفيات عندنا كذا ممنوع يقسم في البيت تولدين تقسيو تدخل يوم الثاني 24 ساعة في مكانه ما خرجش الراس يتألم فالراس بيضغط على المنطقة دي يحصل لها نيكروزيس فبرضو عمل لك برضو فتحة برضو زي الإبرة يا دوبك راس الإيه؟ الإبرة فعمل لك فازايكو فاجاينال فيستولا فازايكو فاجاينال إيه؟ فيستولا فتح لك بين الفاجينا والايه؟ واليورينري بلادر او قناه مجرى البول. ده بسميه الناسور الايه؟ الولادي، الناسور الايه؟ الولادي بسبب الولاده. طيب بعد كده ايش اللي حدث؟ يعني يتعبي بول، ما يقدرش يعبي بول. هنا مقفل حق ايده مقفل. بيروح السحلال كده شويه بول كده. فيكون مبلله دائما بول. تمشي كده جنبك ريحه بول. ها؟ انت شوف هذا لو عندك انف. انت شمام. اوكي فدي يسمونها الناسور طبعا تعاني تصور وحده ريحتها بول 24 ساعه ما تقدرش تلبس بنطلون عادي لازم حفاضه بامبرز ها لانه عارف انها بتسرب عند التسريب فدي عندك مشاكل الناسور الايه؟ الولادي في احيانا بيعمل لك من مغل ومغل امعاء اهو امعاء فبيفتح لك بص بص بيفتح لك اهو من هنا لهنا ومن هنا لهنا لا كده من هنا لهنا الطعام بدل ما يلف عشان يمتص حصوها لك هنا عدي من هنا عدي من هنا اختصر المسافه اختصر الطريق يعمل له سوء هضم سوء ايه امتصاص احيانا يفتح لك عمليه لاي سبب مراره مثلا عمليه مراره بعد ما يقفل يجد انه المراره تطلع من الجلد دي برضه فيستولا تعتبر ناسور تعتبر ايه؟ ناسور ها الناس بعلميه المراره خلي بالك كثير من الناس لا يا جدع عن المراره دي ما فيهاش ضحك توضح من تحت المراره يطلع اسفل فبيطلع لك ايه؟ ماده صفراء اللي هو المرار بعد ما يجي يخفف الدرين يطلع ما زال يطلع خلينا احنا اربع ايام هم كانوا يطلع يبقى حصل له فيستولا حصل له ايش يا شباب؟ فيستولا فيستولا يسمونه بلياري فيستولا بلياري ايه؟ هم بيعمل زايده والقرح ما هوش تمام مش نظافه ما كانتش العمليه نظيفه فالقرح ما يعيش يجلس وخرج صديد من الجلد في المكان الزايده من داخل الابدومين لبرا بيفتح لك بين البريتونيا الكافيتي والسكين يبقى فيستولا شو من اسمها بديبه فيستولا يبقى الفيستولا هو فتحه
between two epithelial A between two epithelial surfaces. طيب تعال للفيك فيك of acute inflammation فيك نهاية الأكوتي inflammation فيك واحد لما يحصل لك أكوتي inflammation ايش تتوقع النهاية حقه؟ ها 95% ايش يحصل لهم؟ يموت من نقول يموت؟ قدرك اللي وز ذا أكوتي inflammation تموت ينتهي الالتهاب يروح لانه تغلب على جسمه يبقى بسميها ريزولوشن بسميها شباب ذي ريزولوشن يبقى بعد ريزولوشن ونوع من انواع الشفاء انه بيحصل لك شفاء بدون ما يدرك اثر زي اللي وز كم مره يدرك الوز انت بحياته ولا 20 مره يجي يكبر ويحمل وراح يبقى اساسا حصل لي ريزولوشن حصل لي يا شباب هنا ريزولوشن معظم الالتهابات الحادة لحسن الحظ انه يحصل لها ايش يا شباب؟ لانه ما حصلش ريزوليوشن بيحصل مشاكل كثيرة. طيب الناس اللي ما يحصل لهمش ريزوليوشن يحصل لهم ايش؟ يتحولوا لكرونيك كرونيك ايه؟ انفلاميشن. يبقى من كده الالتهاب الحاد تحول ايش يا شباب؟ كرونيك انفلاميشن. اللي حيخلي الالتهاب الحاد يتحول الى التهاب مزمن؟ اللي حيخليه؟ وغالبا الالتهاب الحاد المفروض 90-95% يروح ينتهي ريزوليوشن. طيب بعض الناس بدل لي وز تقدم اصبحوا مزمن عندهم الالتهاب الوز ايه مزمن فايش اللي بيخلي الالتهاب الحاد يقلب مزمن؟ ما استخدمش العلاج ايمان في العلاج ان ادكويت تريتمنت يبقى اول حاجه يا شباب ان ادكويت تريتمنت ما خدش العلاج صح ان ادكويت تريتمنت يعني ايش؟ ان ادكويت كورس ما خدتش الكورس انا قلت له 7 ايام وخذ 3 ايام او قلت له قوه 500 وخذ قوه 200 وايه؟ 50 يبقى ان ادكويت دوز يبقى يا عم انه ما استخدمش الكورس صح؟ يا عم انه ما استخدمش الدوز بالطريقه ايش؟ الصح او بكتيريا ريزيستنس انا جبت له علاج والعلاج اصلا ده البكتيريا مقاومه ليه ها؟ العلاج ما عم بيزعب الضغط يا راجل هي الوز مو من ضغط انت معك الوز ليش اصبح مزمن؟ لانك اهملت قد مثلا مش خلوه يحيد من نفسه مثلا وسيبته البكتيريا صح انه جسمك تغلب عليه بس ما قضاش عليها كله فبدل ما كانت 100,000 بكتيريا اصبحت 10,000 بكتيريا اصبحت تمن التهاب على قدره حاجه بسيطه كده وتعايشت انت مع الالتهاب واصبح مزمن واصبح عايش هنا مزمن يبقى ما خدت العلاج او اخذت العلاج بالدوز القليل قلت لك خد قوة 250 خدت لك قوة 250 قلت لك 500 خد 250 قلت لك خذها مثلا 3 مرات باليوم خدها حبة باليوم يبقى ان ادي كويت دوز ان ادي كويت ايه؟ دوز او ان ما اخترت لكش العلاج المناسب ان ادي لك بنسلينات لا اديت لك مثلا ايه؟ حاجة تبع الجرام نيجاتيف مش تبع الجرام ايه؟ بوزيتيف يبقى يا اما البكتيريا مقاومة للعمود الهوائي ده يا اما ما خدش الدرجر الصح يا اما ما خدش الايش؟ الديوريشن الصح الكورس الصح. يبقى دي برضه هيتحول لايش يا شباب؟ مزمن للتهاب مزمن. او مثلا المعده. حصل لك جاستريتس التهاب في جدار المعده. اوكي؟ انت ما عالجتوش. الالتهاب ده بعد شهر شهرين ده ممكن يعمل لك قرحه، ممكن يعمل لك ايش هنا؟ قرحه. لانك ما خدتش العلاج، ما خدتش الايش؟ العلاج. يبقى تحول الى مزمن من اكيوت جاسترايتس الى كرونيك ايه؟ كرونيك جاسترايتس. اوكي؟ يبقى ده ثلاثة طيب لو قلنا هنا 95% يحصل لهم ريزوليوشن جزء بسيط قول 4% يتحولوا لكرونيك طيب باقي 1% ايش بيحصل لهم؟ ديث او اورجان فيلير اور اورجان فيلير يعني يموت العضو مثلا التهاب حاد في عضو الكليه معالجتوش خلال اسبوعين 3 اسابيع يموت لك الكليه خسر لك فخسرت كليه معك عاد بقى كليه ثانيه احيانا يكون في الكليتين يضرب لك دي ودي يبقى خسرت الكليتين فشل كلوي فشل ايه؟ كلوي طيب التهاب فيروسي ممكن يموتك التهاب صفار التهاب شديد ممكن الكبد ايه؟ ينتهي يا اما ازرع لك كبد يا اما تموت
الحقك اعمل لك كبد يا ماهيش تموت. يبقى ممكن التهاب المزمن يضيع لك العضو ويضيع الغزيل حاد، ممكن يكون شديد يضيع لك الايش يا شباب؟ يضيع لك العضو يموته. كبد يعمل له فشل، كلى ممكن يعمل له فشل ماشي. ايوه الكوفيد بيعمل لك التهابات حاده في اللنج ممكن يموتك. التهاب حاد يبقى ريسبيراتوري ايه؟ فيلير، فشل لك الرئه. طيب ما زرعتوا لكش بدال الرئه؟ حتموت ماشي. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة بس من حسن الحظ إنه بتكون الحرب شرسة، ها؟ ما دام هو دخل عليك بشراسة فأنت بتقاومه بشراسة وغالبا لصالحك، ما يجي أسبوع أسبوعين لو حياة، ها؟ يعني معظم الالتهابات الإيه؟ الحادة، إسهالات، سعال، لوز، ها؟ بس ممكن يجي لك التهاب صحيح يموتك، ملاريا يموتك، أوكي؟ يبقى ده بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لأكوت انفلاميشن، قلنا يحصل له ريزوليوشن في الأساس أو تحول لكورونيك أو إنه يفشل لك العضو أو يموت الإيه الشخص. أوكي يا شباب؟ أو يموت الإيه؟ طيب. امسح السبورة. على الزرع. اسكت يا ناسور. مصيره مصير اللي فيها ولي الناس اللي كورونيك انفلاميشن الالتهاب المزمن. كورونيك انفلاميشن التهابك المزمنة. طبعا كلينيكالي احنا بنقسم الالتهابات لثلاثة انواع، يا اما اكيوت تايبس اوف انفلاميشن يا اما اكيوت كرونيك، يا اما صاب اكيوت، يا اما يا شباب كرونيك. اكيوت معناته دايز تو ويكس، نقدر نسيم لي أسابيع أكيوت. كرونيك أصاب أكيوت ويكس مانز، من أسابيع لكم يا شباب؟ بشهور. كرونيك أكبر من 3 مانز، أكثر من 3 شهور. أوكي يا شباب؟ إذا معنا أكيوت إنفلاميشن بقيسه بالأيام والأسابيع. أصاب أكيوت أسابيع وشهور بس ما يزيدش عن 3 شهور. أكثر من 3 شهور بسميه يا شباب بسميه كرونيك، بسميه يا شباب مع بعض الاختلافات، بعض الالتهابات أقل من 6 شهور بسميه صعب أكيوت، أكثر من 6 شهور بسميه كرونيك. مثلا في الكبد أكثر من 6 شهور عشان أقول على كرونيك. في القصبة بالشعب الهوائية لازم 3 شهور. مش 6 شهور ها؟ ماشي يا شباب، بس دي حاجة كده على السريع. فالكرونيك دي شهور سنوات، تقاس بالشهور ليش يا شباب؟ والسنوات. طبعا احنا باثولوجيكالي برضه ممكن نمشي على نفس التقسيمه، بس احنا بيهمنا دي اكيوت ولا كرونيك، لانه الاكيوت له انفلاماتوري سيلز محدده والكرونيك له انفلاماتوري سيلز ايه؟ محدده. بالتالي تحت الميكروسكوب انا لو شفت كرونيك انفلاماتوري سيلز اكثر بقول عليه كرونيك، لو شفت الاكيوت اللي اكثر بقول عليه ايش يا شباب؟ بقول عليه اكيوت. بقول عليه ايش هنا؟ اكيوت. على حسب الانفلاماتوري سيلز، لان الاكيوت لو ميدييتورز خاصه والكرونيك لو ميدييتورز ايه خاصه، هي نفس الميدييتورز بس الفرق بالكميه. مثلا السيتوكاينز كثيره في الكرونيك لكنها قليله في الاكيوت، بس ممكن تكون كثيره برضه في الاكيوت زي الكوفيد ممكن يرفع لك السيتوكاينز. يعني في ايش على حسب، يعني على حسب نوع الالتهاب. عموما بالتقسيمه اكوردنج تو ديوريشن، اكوردنج تو ايه ديوريشن المدة. طيب تعالوا إذا نعرف الكرونيك انفلاميشن. إيش الكرونيك انفلاميشن؟ عبارة عن انفلاميشن أوكي بيرزيست، يبقى بيرزيست فور مانز شهور أند ييرز لسنوات. هذا تعريف الكرونيك إيه؟ الكرونيك انفلاميشن. كرونيك انفلاميشن بقص الإيثيولوجي أسبابه، إيثيولوجي أسبابه نمبر 1
يا اما بيكون بيبدا باكيوت يغلب كرونيك يبقى اون توب يبقى كرونيك اون توب اوف اكيوت يعني بدا اكيوت قلب ايه كرونيك اكزامبل تونسيلايتس اكزامبل كرونيك تونسيلايتس التهاب الدوز ايش يا شباب المزمن معدي هلا المحاضرة حق الاثنين هتتحول لبكره من الساعة 10 الصبح خلاص يلا ريو ماشي يا شباب يبقى بدأ هو اكيوت وقلب ايش يا شباب؟ قلب كورونيك ليش قلب كورونيك؟ ما خلص العلاج البكتيريا تقاوم في فورين بادي زي شوكة بقت الشوكة بقت فذا كله يقلب ايش يا شباب؟ الى كورونيك ها؟ يبقى نمبر 1 بدأ أكيوت وقلب إيش يا شباب؟ قلب كروني يبقى on top of acute اثنين كروني from the start من الأول يبقى بدأ كرونيك من أول زي التي بي التي بي ده كرونيك ديزيز من أساسه كرونيك يعني ما تتوقعش إنه هيحل يوم وليلة لا ده هياخد شهور يبقى إكزامبل تي بي إكزامبل إيش يا شباب؟ تي بي بالهرسيا بدل كلهم من أساس تعرفه كرونيك ديزيز كرونيك إيه؟ يبقى الكرونيك يا اما يجي فوق الاكيوت يا اما من اوله يبدا ايه يبدا كرونيك اوكي طيب الكرونيك انفلاميشن نوعين الكرونيك انفلاميشن نوعين الباثولوجي بنقسمه لنوعين يا اما كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن اور كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن نون سبيسيفيك يعني ايه؟ نون سبيسيفيك انا لما اشوف تحت الميكروسكوب ما اقدرش اعرف الايتيولوجي ما اقدرش اعرف الايه؟ الايتيولوجي يبقى نو كاركترستيك باثولوجيكال بيكتشر نو كاركترستيك باثولوجيكال بيكتشر يعني الباثولوجيكال بيكتشر كود نوت دي نوت ايتيولوجي يعني ما بديش اعرف الايتيولوجي لان انا مش سبيسيفيك بيكتشر تحت الميكروسكوب بشوف كده ايش بشوف؟ بشوف بلازما سيلز اشوف عن ليمفوسايتس ليمفوسايتس بلازما سيلز هيستيوسايتس وفايبروبلاست لما اشوف الميكتشر ده تحت الميكروسكوب على طول اشخص كرونيك ايه؟ انفلاميشن كرونيك ايه؟ لكنه نان سبيسيفيك مثلا باللوز لو شفت اللوز الملتهبه مزمنا نون سبيسيفيك بشوف دول الخلايا بقول السبب استاذ ستريبت فايرال ما اقدرش اعرف من 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 تحت الميكروسكوب يبقى عاوز فحوصات اخرى عشان اعرف كلور اقول له روح يمر حاضر علي من الصوره تسجيل الفنيه ها ايش اقول له؟ اعمل مزرعه عشان اعرف البكتيريا المسببه عمل فحص مثلا بي سي ار عشان الفيروس ماشي يا شباب يعني محتاج فحوصات ايه اخرى عشان اعرف السبب لكن من تحت الميكروسكوب كورونيك انفلاميشن السبب بالضبط دونت نو لانه الصوره كده ما لهاش مش مميزه يبقى نو كاركترستيك باثولوجيكال بيكتشر يعني الباثولوجي ما يحددليش ايش السبب ما يقوليش ايش السبب وانما اعرف انه مجرد انها ايه كورونيك طيب ايش بشوف تحت الميكروسكوب؟ ليمفوسايتس، بلازما سيلز، هيستيوسايتس، فايبرو ايه؟ فايبرو بلاست، فايبر سبيسيفيك. الجميل النهارده انه الناس اللي يجوا يسالوا على ناس، الناس اللي يسالوا عنهم مش موجودين. في المحاضرة الأولى موضوع نفس الحكاية. يسال على واحد مش موجود. حلوة صح؟ يقول يكونوا على الإقلام اسمهم هنا في الموسم موجودين عشان ما نقولوش على المنظر لنا طيب هنا كاركترستيك باثولوجيكال بيكتشر كاركترستيك هنا كاركترستيك باثولوجيكال ايش يا شباب؟ بيكتشر يعني الصورة تحت الميكروسكوب لو شفتها بقول السبب على طول لأنه ما فيش حاجة تعمل المنظر ده إلا المرض ده زي التي بي التي بي أنا مش محتاج إن أنا أشوف البكتيريا حق التي بي تحت الميكروسكوب مجرد بس بشوف الاثر اللي بيحصل في التي بي اقول ده تي بي يبقى هنا نو كاركترستيك باثولوجيكال بيكتشر هنا كاركترستيك باثولوجي دي نوت
ايتيولوجي. يبقى الباثولوجي المنظر ده بيقول لي ايش الايتيولوجي. اوكي؟ ليش؟ لانه مش موجودين دول. كاركترستيك باثولوجيكال فيتشر. منظر خاص. معظم هذه الامراض اللي لها منظر خاص بها بتكون عامله عقد. عقد خاصه. العقد دي بسميها جرانيولوماتس ديزيزز. اكزامبل جرانيولوماتس ديزيزز. جرانيولوماتس ديزيزز. اذا الامراض اللي بتعمل ايه عقد زي التي بي. التي بي لما تشوف تحت الميكروسكوب انا ما بشوفش قلنا بس الله ايش بشوف؟ بشوف كازييشن نيكروز في التي بي. بشوف المنظر في الوسط كازييشن نيكروزيس. كازييشن كازييشن وحواليه ابيثيليويد سيلز. خلايا ابيثيليويد مش تلاقيها ابيثيليود ابيثيليا لاين. تمام. وفينا خلايا عملاقه لانجهانزيان سيلز حقا نيوكليات حدود الفرس. وفي الليمفوسايتس مترتبين بالشكل ده. وفي بعضها فايبرو والنهايه فايبروبلاست محوطه. فعمل لك عقده كتل نوديول جرانيول جرانيولوما درن بالعربي درن. ذلك يسمونه مرض الدرن او التدرن. ليش بيعمل لك عقد تدرنات؟ اوكي؟ ايش اللي بيميز التي بي؟ الكازييشن. الكازييشن. اذا كازييشن نيكروز بتعمل بالهارسيا. انا اطلقه بالهارسيا، ليش؟ في الوسط بويضه بالهارسيا، في الوسط. حواليها ابيثيليود سيلز. حواليها ليمفوسايتس. وايزينوفيلز. لانه بارازايت. ايزينوفيلز. وحواليها فيبرسيشن. يبقى هذه مختلفة عندي. بلاش ابدي على طول عقب الهرسيا. لو شبدي حقول ايش يا شباب؟ حقول تي بي. يبقى سبيسيفيك باثولوجيكال ايه؟ بيكتشر. يبقى الامراض دي اللي لها سبيسيفيك بيكتشر غالبا بتعمل جرانيولوماز. هنا الجرانيولوما بتاع بالهرسيا. هنا الجرانيولوما بتاع مين؟ بتاع تي بي. يبقى الامراض التي بتعمل جرانيولوماز بسميها جرانيولوماتس ايه؟ ديزيزز. جرانيولوماتس ايش يا شباب؟ ديزيزز. فما هي الجرانيولوما؟ الجرانيولوما عبارة عن تجمع للإبيثيليود سيلز. الإبيثيليود سيلز دول لما يتجمعوا بسميهم ايش بيعملوا يا شباب؟ بيعملوا جرانيولوما. ايش تعرف الجرانيولوما؟ جرانيولوما عبارة عن collection of epithelioid cells. يبقى لو سألتك ما هي الخلية المميزة للجرانيولوما؟ الإبيثيليويد سيلز. الإبيثيليويد إيه؟ لا الليمفوسايت ولا الإيزينوفيلز ولا أي حاجة. يبقى الإبيثيليويد سيلز دي لما تتجمع بتعمل إيش يا شباب؟ جرانيولوما. فما هي الإبيثيليويد سيلز؟ فما هي الإيش؟ عبارة عن ماكروفاج هيستيوسايت لكنها أكتيفيتد. يبقى الابيثيليويد سيلز عباره عن اكتيفيتد ماكروفاج. اكتيفيتد ايش يا شباب؟ ماكروفاج. يبقى الان عرفنا ايش معنى جرانيولوما، عرفنا المكون الرئيسي للجرانيولوما للابيثيليويد سيلز، تمام؟ البقيه مكونات ثانويه البقيه. تمام؟ تمام. وعرفنا انه عباره عن دي عباره عن اكتيفيتد ماكرو ايه؟ ماكروفاج. اوكي؟ طيب ما هي الامراض التي بتعمل جرانيولوما خاصه؟ ديزيز. ايش هم يا شباب؟ نمبر 1 التي بي ابوهم. إذا أول مرض اكتشفوه ويعمل جرانيولوما اللي هو التي بي أبوهم. ذلك سمينه مرض الإيه؟ الدرن السل. الدرن ها؟ بيعمل درنات. أوكي؟ زي بطاطا درنات. أوكي؟ عقد. بعده ساركويدوزيس. ساركويدوزيس. قال يعني إيه بيعمل الساركويدوزيس ده بيعمل زي التي بي نفس بس ما فيش كازييشن، ما فيش إيش يا شباب؟ كازييشن. ما فيش كازييشن. يبقى ايه المميز للتي بي جرانيولوما؟ كازييشن. كازييشن. مبارك هنا ها كلام دقيق. يبقى ايه اللي بيميز التي بي جرانيولوما؟ كازييشن. طب ايش اللي بيميز بالهرسيا جرانيولوما؟ البويضه الايك. ماشي يا شباب؟ نعمل ساركويدوزيس نفس المنظر بس ما فيش كازييشن. اوكي؟ طيب بعده ثلاثه بالهرسيا. بالهرسيزيس. بالهرسيزيس. اربعه ليبروسي القدام. مرض القدام برضه بيعمل درنات بس ما فيش كازييشن. ما فيش ايش؟ كازييشن. امال كيف اعرفه من الساركويدوزيس؟ اعمل الصبغه الخاصه عشان اشوف البصيلاي.
اوكي يبقى الليبروسي الليبروسي القدام خمسه فانجل فانجل جرانيولوما سته فورين بادي جرانيولوما فورين بادي ايه دخل كاسم غريب انا حاشوف الميثيليويد سيلز واشوف خلايا عملاقه واشوف انفلاماتوري سيلز واشوف الفورين بادي الجسم الايه الغريب الغريب مش احيانا بيكون واحد عنده التهابات هنا بيفتحوا بعدين بيدوا العين اللي عندي يقلمها ده هنا في شاش انا عرضت له في شاش والسبب الايه الجامعه ده هل هذا الرجل عمل عمليه سابقه يقول لك عمل قبل سنتين عمل عمليه سابقه يبقى نص الشاش والان انا شايف الشاش تحت الميكروسكوب بقايا الشاش يبقى شفت الان ايه الجرانيولوما دي يسمونه فورين بادي جرانيولوما فورين بادي ايه زي واحد نسي شاش الخيوط حق العمليات او كده هنا بيعمل لك فورين بادي ايه فورين بادي جرانيولوما رسوماتي في الصفحه دي وريكم صور الايه صور الجرانيولوما هذا عندك خشبه دخلها في واحده عندك خشبه الاخيره دي خشبه دي هنا خشبه بلاند هذا حاجه من البلاند فورين بادي بلاند دي هنا فانجل اكتينومايكوزيس الهارسيا ساركويد هنا برضو ايش هنا فانجل فانجل كريبتوكوكس او كريبتوكوكس هنا برضو ايش ده حاجه يسمونه ساركويد جرانيولوما استرويد بادي ودي تي بي جرانيولوما تي بي كازيشن في النص بيثيليويد سيلز مع جيانت سيلز دي بتاع تي بي اللي رسمتها في الاول موجوده هنا في الغلاف اوكي يبقى دي تحت الميكروسكوب اوكي يبقى ده الكرونيك يا شباب الكرونيك انفلاميشن قلنا نون سبيسيفيك وسبيسيفيك السبيسيفيك غالبا يكون فيه جرانيولوما خاصه بي اوكي طيب ايش مشكله بعض الفيزيولوجي اوف كرونيك انفلاميشن امسح السبوره ايش مشكلة الكرونيك انفلاميشن؟ ايش مشكلة الكرونيك انفلاميشن؟ هل هي طول المدة؟ أم حاجة ثانية؟ مشكلة الكرونيك انفلاميشن شوفوا هنا كرونيك انفلاميشن باثو فيسيولوجي باثو فيسيولوجي الميكانيزم كرونيك انفلاميشن الكرونيك انفلاميشن بيحدث تيشو ديستركشن بس يا شباب هنا تيشو ديستركشن تمام الانفلاميشن كرونيك انفلاميشن تيشو ديستركشن بعد كده بيحصل هيلينج شفاء بيحصل يا شباب هيلينج يبقى اللي اتكسر انا اصلحه بس الكرونيك انفلاميشن قوي يكسر مكان ثاني اوكي يبقى اللي اتكسر الاول انا هصلحه بس هو اتكسر ثاني هروح اصلح اللي اتكسر ثاني يروح هو اتكسر المنطقه اللي عليه يبقى كرونيك ديستركشن كرونيك ايه؟ دي مشكله الكرونيك انفلاميشن وبالتالي بيطول فتره طويله لانه في نوع من التوازن بين المناعه والايه؟ والهجوم والتكسير اوكي؟ يبقى في عمليتين تحدث في الكرونيك في شو ديستركشن وهيلينج الهيلينج ده احيانا بيكون من نفس العضو بس لما يطول العضو يذبح اقول لك كم شكل يصلح الكبد فبيذبح خليه كبديه واعمل خليه كبديه اليوم هذا بعوض خليه كبديه طيب كسرها ثاني الكرونيك انفلاميشن ما عاد ليش القدره انه يعوض بخليه كبديه فبيجي الفايبروبلاست يعوض فايبروزيس فنتيجه يا شباب هنا فايبروزيس اذا مش نفس الفريم يعني ما قدرش يعوض بنفس الدقه بنفس الجمال اوكي فبيبدا طيب مع الوقت ازداد الفايبروزيس مع الوقت ازداد الفايبروزيس مع التكسير ماشي شغال التكسير يعمل خلية كبدية ضمي فايبروبلاست خلية كبدية ضمي فايبروبلاست فمع الوقت التكسير بيحدث الخلايا الكبدية لكن الفايبروبلاست ما يحصلهاش تكسير
فعال وقت تجد انه الكبد اصبح كله ماله متليف. يبقى النتيجة يا شباب فايبروزيس. النتيجة يا شباب طب النتيجة فايبروزيس. الفايبروزيس ده مش نسيج وظيفي، يعني تغطية فراغ. تغطية ايه؟ تغطية فراغ. زي مثلا في عيد الاسفل وما جاش قلت لهم ما درسكمش، هيجبوا عادي كلية العلوم ندرسكم. طب يكون مستوى الدكتور فايد؟ لا يمكن. حتى لو وصل الدكتور لا يمكن. ليش؟ لا لا، لانه مش باثولوجيست. مش ايه؟ باثولوجيست. فانا خليها وظيفيه، يعتبر خليها ايه؟ وظيفيه. اذا ريح مش معقول تتركهم بدون تدريس. هم كيف بيحلوا له البياس؟ ما فيش. هتصيروا واحد بكليه العلوم، تعال عندكم فايض مدرسين. طيب ما فيش عندنا اساتذه كبار، خلاص حضرنا معيد. يبقى ذي فايبر بلاست تغطيه، زي ما كنا زمان لما ما يجيش استاذ الرياضيات ندخل على الفنيه. يجلس طب لنا ها؟ سؤال يا سؤال. نفس الفكره، احنا الان في الحرب. كم سافروا العقول من اليمن؟ يصيرنا خلايا وظيفيه. فراح مثلا الدكتور الفلاني، يا هذا الصغير يعوض بداله. راح الصغير، يبقى نجيب واحد من ايش؟ بتاع دقائق يصلح مكان بتاع العظام بتاع مش عارف ايش. لا يعني ايوه، لانه ما فيش. اجيب لك منين؟ سؤال مساء. يعني في الجامعه الماليزيه كلها اساتذه اللي بيدرسوا فيها، ولا فيها استاذ دكتور. خلنا بالكم يعني كلها اساتذه. ولا دكتور. مدير المدرسه عمل سنه، ها المدرس حق الشقه هو ايوه. الله ولا بالله. بجد. هذه خلايا غير وظيفيه. في طبعا واحد اثنين ثلاثه اكيد يعني، مش معقول يعني. بس الخلايا الوظيفيه مهمه جدا. دول اللي بيبنوا لما دمروا العراق ازاي؟ مسكوا العقول طرق طرق قتلوهم خلوهم عميان. يجلسوا يقروا ورا العقول، لانه لو بقيت العقول دي حتبني تاني. زي اليابان. امريكا دمرت خلاص سديناها وقفنا الحرب وقفنا الحرب. اليابان بنت نفسها مكان ثلاث ايام ونام. هي اليابان. العقول بقت، لكن الوساخه بني عرب. ها؟ يعني السعوديه جلست تجري ورا العراقيين تراك 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 وقتلهم تتهلك يا ريال. هي السعوديه والنقاسه واللي اعتذر في غلسان بالسعوديه والامارات. واليابان. يعني امريكا قالت ذبحته خلينا نخرج افتمنا رباع هذا شو ذبحوا بيه زي المغرب يا سيدي. شافوا طالبا بتستولي بدوا يلعبوا معهم بيسر زلط. لا فكره، وانا اقول ليش ربنا حسب بقارون اكبر فساد النار. يعني الان اللي بيلعب في العالم تعود على القرون حق الخليج. اللي بيلعبوا في العالم هذا كله قرون ويلعبوا بدون هدف بس عشان يستنوا. خلوا الصومال تدمر 20 سنه، اليمن تدمر 20 سنه عشان يسلوا. يعني لو لهم هدف على عين الراس يعني بيفكروا، لكن بهايم ما فيش مشروع. ما فيش مشروع. دمر ها خرجوها صاحبي في افغانستان هناك هذاك. يلا ادعم لي هناك، ادعم لي هنا، خلينا نشوف كيف تفنطشوا. النهارده امبارح قتلوا مش عارف ناس تعبانين دول شغلة. فالمال لما يجي خليك سافر. هاي بن زايد بن محمد سلمان هذا زادوا سفلة شوية عيال ما يفهموا شيء. ناس اموال كثيرة. يا الله يتأمر لك، اعمل كذا اعمل كذا. لا فين يا ابني رايح انت؟ وين تشكي؟ طيب مو تشكي بس بطرح ابني البر. ابني 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 وين ابني؟ مساحتك فاضية. الإمارات فاضية، السعودية فاضية. انا اعرف انت تطلع للسماء ما تدور للسماء. انت في زمن الزحمة زي اليابان انهم ما عارفين ما يتحركوش المتر له قيمة. هذا دول بهايم. يعني اليمن بفكره بنى عقول اكثر من دول الخليج. اليمن بفكره ايوه. الان احنا بندرس هناك بنعالج هناك. لكن ممكن قطر الجزيره والله خلاص حقهم عقول فاضيه. والله عقول يعني اليمن هنا افضل. يعني لو جينا بس عدد الدكاتره اللي في اليمن بس اسكن قطر الله يخزيهم. ايوه يعني فهمتني؟ لا بتجد المال سهل. هنا نفس الشيء. ما ندور ندور ما فيش. حط فايبر بلاست، حط فايبر بلاست. فجأة الكبد كله أصبح شيء شباب. فايبروزيس. في شيء. يبقى لو سوليد أورجان إيش النتيجة حق الفايبروزيس؟ لو سوليد أورجان. أورجان. هذا عدول كبار. مشكلة دول دول عدول كبار. سوليد أورجان. السوليد أورجان زي الهارت، زي الرئة، زي البنكرياس، زي الكبد، زي الكلى. دي اسمهم سوليد إيه؟ سوليد أورجان. بيحصل اورجان فيلير. اورجان اورجان فيلير. يبقى حيفشل العضو. الناس اللي عندهم التهاب مزمن في حوض الكليه وقلنا الصابر عن نفسه
شوية شوية كذا سنة الكلية فشلت. طيب في القادين الكلية الثانية فشلت. يبقى معناته عاوز غسيل عاوز زراعة فشل كلوي. فالبلد لازم العلاج تعالج، لازم الكرونيك انفلاميشن تعالج. لأنه إيش؟ حتى الأكيوت لأنه الأكيوت كله يتعالج سريع. كرونيك بس يدي لك وقت، يدي لك فرصة إنك تصلح نفسك. الأكيوت يا تخبطه يا يخبطك. شفت كيف؟ لكن الكرونيك بيديك فرصة إنك إيه تصلح نفسك. فإيش النتيجة؟ تسرد أورجان، أورجان فيك. فشل. زي الليفر في إكزامبل، ليفر إيه؟ سيروزيس. ليفر إيه؟ سيروزيس. إكزامبل. إكزامبل. كرونيك هيباتايتس، كرونيك. هيباتايتس التهاب الكبد المزمن يؤدي الى ايش يا شباب؟ سيروزيس اللي هو في الايه؟ الكبد. هذا المثال. طيب تعالوا الفايبرو، الفايبروس شو ده؟ لو في هولو اورجان، هولو ايه؟ ايش معنى هولو؟ مجوف. هولو اورجان، اورجان مجوف زي العصب اللي في المريء. قصدك في قرحه مزمنه في المريء. شوية تضيق شوية لأنه فايبرس شو فايبرس شو من خصائصه إنه يحصل له أي كونتراكشن يحصل له يا شباب كنت أيوه فكان قال له ما معه تكزاز تحسبه إنه سرطان يجي ياخذ عينه يقول له ما في سرطان في تليف نتيجة التهاب مزمن نتيجة يا شباب أو قرحة مزمنة في المعدة نفس الشيء يمكن المعدة تسدد من القرحة المزمنة حتى لو مش سرطان مش ضروري يكون سرطان الأمعاء قناة فالو قنوات فالو بالحالب ممكن تضيق ممكن تضيق يبقى في الهولو أورجان إيش النتيجة؟ تضيق بسميه ايش تضيق؟ ستينوزيس او ستريكشر 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 معناته ايش كلمة ستريكشر؟ فايبرس ستينوزيس فايبرس فايبرس ستينوزيس يبقى تضيق ده نتيجة الالتهاب المزمن طيب لو في سيروس ساكس سيروس ساكس الغشية السيروزية الغشية ايه؟ السيروزية مثلا التهاب مزمن في البريتون هتجد الالتهاب ده فايبرس شو فايبرس شو يروح مجمع لك الامعاء وخليها لقمه يبقى ايش النتيجه؟ انسداد ايه؟ معوي يبقى اوبستراكشن يبقى سيرا ساكس بيحصل التصاقات ادهيجنز ادهيجنز التصاقات التصاقات دي ينتج عنها ايش يا شباب؟ اوبستراكشن هنا ممكن تسدد الاخر روح اقول لها ذهب ايه؟ في هنا يحصل لك ايه اوبستراكشن طيب في قنوات فالو يحصل اوبستراكشن ادهيجنز يبقى ما تخلفش حسيت ايه؟ ما تخلفش خلاص فقفلوا لك قنوات ايه؟ الحوالب بس الحوالب الريتروبريتونيوم القلب القلب الفايبرس شو؟ ما يخليش القلب يتحرك ادهيجنز بلورا ادهيجنز يبقى دي مشاكل كرونيك ايه؟ انفلاميشن يبقى الكرونيك انفلاميشن ينتج عنه اورجان فيلير او ستريكشر او ادهيجنز دي المشاكل حق الكرونيك ايه يعني يترك اثر يترك ايه اثر اوكي يا شباب ثانك يو غيبهم